نشاط سياسي، الحروب والتصعيد العسكري والأزمات الدبلوماسية نناقشها، أبرز الإشارات السياسية وفيها. إذن إشارات سياسية، التصعيد في الضفة الغربية، ماذا يريد الاحتلال من اقتحامه المتكرر لمخيم جنين؟ رئيس بلدية جنين: الاحتلال يحول جنين ومخيمها إلى منطقة منكوبة ويدمر مرافق البنية التحتية كافة. سرايا القدس: كتيبة جنين: فجرنا عددا من العبوات في آليات الاحتلال الإسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة. مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إسرائيل ستدرس خلال أيام إمكانية طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة من أراضيها. منظمة أكسفام تقدم طلبا للمحكمة العليا البريطانية للانضمام لدعوى مرفوعة تطالب بوقف بيع الأسلحة البريطانية للاحتلال. وأخيراً، حماس تكشف تعديلاتها على مقترح وقف إطلاق النار. إذن مشاهدينا، للحديث أكثر أرحب بالمحلل السياسي الدكتور أريج جبر. أهلاً بك دكتور أريج، أبتدأ وإياك من آخر التطورات وتحديداً في الضفة الغربية المحتلة. رئيس بلدية جنين يقول إن الاحتلال حول مدينة جنين ومخيمها أيضاً إلى منطقة منكوبة ودمر كافة المرافق أو مرافق البنية التحتية، وكتيبة جنين أيضاً تصرح بأنها فجرت عدد من العبوات الناسفة في آليات للاحتلال الإسرائيلي. سؤالي لك: ما الذي يريد الاحتلال من مدينة جنين ومن مخيمها ومن هذا الاستهداف المتكرر لهذه المدينة والمخيم أيضا؟ مساء الخير سيدتي. فيما يتعلق بالاستهداف المتكرر لمدينة جنين ومخيم جنين، هو استهداف مباشر للحاضنة الشعبية للمقاومة، باعتبار جنين هي المدينة التي يعني تشهد حضورا كبيرا وواضحا للمقاومة على اختلاف أطيافها، المقاومة الإسلامية، فصائل المقاومة الأخرى التي تناور وتواجه هذا الكيان. ليست المرة الأولى التي يقوم الكيان المحتل باقتحام المدينة ومحاولة ضرب البنية التحتية وهدمها، ولكن يعني هو بالمعتاد يحاول أن يقوم باستهداف تلك المدينة بشكل ممنهج لمنع خلق حياة داخل هذه المدينة. لكن هناك أهداف أكثر قوة هذه المرة. يبدو أن الاحتلال بدأ يستهدف هذه المدينة كخطوة أولى لتهجير المدنيين منها وتهجير سكانها منها وخلق مدينة غير قابلة للحياة وجغرافيا غير قابلة لأن يكون هناك سكان، تجريف البنية التحتية، تفجير المنازل ونسفها، ضرب الممتلكات الخاصة بالمواطنين، إغلاق المنشآت التجارية، بالإضافة إلى استهداف حتى المستشفيات ومحاصرتها ومنع تنقل سيارات الإسعاف. وهذه يعني كما قال وصرح رئيس بلدية جنين، هذه المرة الثامنة التي يؤهلون بها الشوارع ومناطق المدينة، ولكن يعني كل مرة تزداد غطرسة قوة الاحتلال، حتى أنها اليوم قامت بإعلان جنين منطقة عسكرية مغلقة إلى إشعار آخر، وخاصة مع نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى أنها تقوم يعني تحديدا الوصول إلى مدينة جنين في نهايات يعني الأسبوع أو في المواسم الاقتصادية النشطة، وذلك لمنع خلق سيولة بيد مواطني جنين أو منع خلق حركة تجارية واقتصادية داخل جنين. هذا هدف آخر، ضرب الاقتصاد لتلك المدينة، مما يعني تعزيز فكرة الهروب من المدينة من قبل المدنيين، أيضا محاولة الابتعاد وترك المجال واسعا للكيان المحتل. وهذا يؤكد على أن الكيان وضع نصب أعينه هدف آخر، استهداف مدن وبلدات الضفة الغربية واتساع مشروعه الاحتلالي والتهجير في الوقت الراهن، بدأ في غزة وسيستمر في الضفة وأيضا في الجبهة الشمالية. نعم، أيضا مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة قال بأن إسرائيل ستدرس خلال أيام قليلة إمكانية طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة من أراضيها، كيف تقرأين ذلك سياسيا دكتور أريج؟ هذا لم يكن الحديث الأول لجيلعاد إردان بهذا النوع من الحديث، عندما تحدث مسبقا بأنه لا بد على إسرائيل أن تدرس بشكل جيد وجلي الامتيازات التي تحققها من انضمامها للأمم المتحدة والسلبيات التي لحقت بها ما بعد 7 أكتوبر، وعليها أن تفكر بالانسحاب أولا من الأمم المتحدة. ولكن قبل أن تقدم على هذه الخطوة عليها أن تدرس الأمور المؤثرة على وضعها في الأمم المتحدة بما فيها
فيها موضوع وجود يعني مفدي وممثلي الأمم المتحدة داخل أراضي الكيان المحتل وداخل مناطق الضفة وقطاع غزة، لأن يعني هذا الحديث جاء ردا على إعلان إسرائيل على القائمة السوداء التي تستهدف وتقتل الأطفال، بالإضافة إلى إصدار تقرير صادر عن الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي يقول أن إسرائيل ترتكب جرائم ومجازر تفضي إلى إبادة جماعية وتطهير عرقي، مما اعتبروه هذا اتهاما موجها اتجاه إسرائيل، وأن الأمم المتحدة الآن دخلت القائمة السوداء لأنها ناصرت حماس على حساب مصالح وأمن هذا الكيان. وهي بهذا الشكل والحديث عن طرد ممثلي الأمم المتحدة هي محاولة لإخفاء الحقائق ومنعهم من التقصي والوصول لكل السلوك الإجرامي والاحتلالي الممارس في كافة أنحاء فلسطين، وهذا حديث بمثابة ضغط وتهديد للأمم المتحدة، وبالتالي يعني هو تهديد سياسي، أيضا هو تهكم والنيل من سمعة وصفة الأمم المتحدة بأنها حتى الأمم المتحدة لا ترى لها ضرورة، وخاصة أن الأمم المتحدة أصدرت يوم الجمعة الماضي أيضا قرارا صادرا عن مجلس الأمن يجبر إسرائيل بالوصول إلى صفقة، وهذا ما اعتبرته أنه جانب يهادن مصالح المقاومة، بمعنى أن الأمم المتحدة تستهدف الكيان المحتل، تستهدف مؤسساته، وتستهدف الأهداف والنصر الذي حققه في غزة أو في الضفة الغربية، وأن المدان الوحيد يجب أن تكون حماس وليس الكيان المحتل. إذن هي مرحلة من التهديد ومحاولة لتغيير مواقف الأمم المتحدة لا أكثر ولا أقل، لأن الأمم المتحدة هي التي أوجدت هذا الكيان وأعلنته دولة داخل فلسطين. نعم، أيضا منظمة أوكسفام تقدم طلب للمحكمة العليا البريطانية تطالب فيه للانضمام لدعوة مرفوعة بوقف بيع الأسلحة البريطانية للاحتلال، كيف تقرأين ذلك أيضا؟ نعم سيدتي، كانت قد تقدمت مؤسسة الحق الفلسطينية بدعوى مسبقا في هذا الخصوص للمحكمة البريطانية لتطالب بوقف تصدير الأسلحة، والمنظمة يعني منذ شهر فبراير وصولا إلى يومنا الحالي تندد بالسلوك الإجرامي المتبع من قبل الكيان المحتل داخل فلسطين، وجاء هذا الموضوع وطلبها الانضمام لتلك الدعوة كرد على منح بريطانيا 100 تصريح لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية مؤخرا للكيان المحتل، وبذلك تكون بريطانيا قد منحت 345 تصريحا لتصدير تصريحا وترخيصا لتصدير السلاح للكيان المحتل، وهذا يعني هذه الأسلحة التي تصل من بريطانيا والدول الأوروبية كافة إضافة إلى الأسلحة الأمريكية جميعها تستخدم ضد المدنيين وأدت إلى قتل نحو 38 ألف فلسطيني واستشهادهم واستهدافهم في غزة، وبالإضافة إلى ما أفضت إليه داخل الضفة الغربية، فبالتالي هم طالبوا بالانضمام إلى تلك المحكمة، ورد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون وقال أن الأسلحة التي تقوم بريطانيا بتصديرها هي أسلحة صغيرة نسبيا ولا تحقق كل الدمار الذي تتحدث عنه. نعم. أوكسفام. نعم دكتور أريج، أخيرا حماس تكشف عن تعديلات على مقترح وقف إطلاق النار، سؤالي لك، هل ستقبل إسرائيل وواشنطن على حد سواء بهذه التعديلات، وسيتم التوصل مؤخرا إلى يعني هذا أو عفوا للقبول بعملية وقف إطلاق النار؟ حماس هي أضافت بعض جودت من صفة الصفقة ومن بعض النقاط التي تضمن الصالح الفلسطيني ومصالح قطاع غزة بالكامل، هي فقط قامت بنقل بعض الأهداف التي كانت في المرحلتين الثانية والثالثة، قامت بنقلهما إلى المرحلة الأولى لأنها تريد ضمانة حقيقية على إنهاء هذا الاحتلال، هي طلبت وقف العمليات العسكرية بشكل كامل داخل قطاع غزة، ووقف العدوان ووقف إطلاق نار مستدام، إضافة إلى الانسحاب من كافة أنحاء قطاع غزة وليس من المناطق المأهولة، بالإضافة إلى إعادة إعمار غزة ومئة اسم أسير يتم تحديده من قبل حماس من ذوي المحكوميات العالية من قدامى الأسرى، والتي تحددهم حماس بالإضافة إلى منع إبعادهم إلى أي منطقة. هذه الشروط هي تجويد للصفقة وتجويد لإرادة حماس حتى تكون يعني وتحافظ على المصالح القائمة داخل قطاع غزة، فلا يمكن أن تترك الأمور للكيان المحتل يتحكم بها للمرحلة الثانية.
الثانية أو الثالثة. فالحديث عن 6 أسابيع فقط كما كان بالمقترح الأمريكي الأخير وما صدر عن محكمة عن مجلس الأمن الدولي، 6 أسابيع ومن ثم نتحدث عن وقف مستدام لإطلاق النار، لا توجد أي ضمانات تكفل وقفا مستداما لإطلاق النار. لذلك أيضا طالبت حماس بأن يكون ضامنون جدد، لأن الولايات المتحدة وحدها لا تكفي، فهي وسيطا ليس نزيها بل منحازا للكيان المحتل. نعم. فهي تحتاج إلى وسطاء وضامنون أكثر جدية وأكثر التفافا حول الصالح الفلسطيني. نعم، شكرا جزيلا المحللة السياسية وأستاذة العلوم السياسية دكتور أريج جبر، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.